السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبين؟ النهاردة في محاضرة الـ Blood Supply of the Brain. Blood Supply of the Brain يشمل الـ Arterial والـ Venous. بما أن الـ Arterial هو الأهم، فإحنا هنبدأ بالـ Arterial الأول، هنقسمه على جزئين، الـ Vertebral Basal الأول وبعدين الـ Internal Carotid إن شاء الله. طيب، مبدئيا كده إحنا الـ Brain بيريسيف الـ Blood Supply بتاعه من جزئين، دينا الـ Vertebral Basal System هنفهم يعني إيه واللي اتسمى كده، والجزء الثاني اللي اسمه internal carotid artery. الكلام ده لما احنا اخدنا المنظر ده اللي هو كان inferior surface of brain، وكنا قلنا ان احنا كده البونز اللي انا بشاور عليها هو بالبوينتر، واللي تحتيها كده كانت بداية المظلة، وبعد كده كان spinal cord، وكان هنا cerebellum، وهنا كان temporal bone، وهنا كان frontal bone قدام، وكان دوت الميديان longitudinal fissure اللي انا عاملة فيه الفورسبس ده. كان منظر البرين وان بص عليه inferior surface، وكنا بنشوف فيه كل الكرينيال نيرفز اللي لونها الاصفر دي، وقلت لك خلي بالك من الرسمه دي قوي، تبقى البيانات كلها في دماغك، لان الكرينيال نيرفز اماكنها كلها مهمه، والبلاد سبلاي اماكنه البلاد فيسلز يعني كلها اماكنها مهمه. ففي رسمه للبلاد فيسلز لوحدها كنت بعتها لكم قبل كده، وفي رسمه للكرينيال نيرفز كنت بعتها لوحدها، الاثنين مع بعض بيلموا لك الدنيا، الكرينيال نيرفز وعلاقتهم بالبلاد فيسلز والانتر بيدانكلر فوسه والبيز اوف برين اللي شرحناه قبل كده. طيب نرجع لموضوعنا، احنا كان عندنا الاول في ارتري اسمه vertebral artery. vertebral artery يمين وشمال، سمعنا قبل كده هقول لك فين. لما جينا اخدنا السبينال كورد قلت لك كده حته صغيره في بلاد سبلاي للسبينال كورد، البلاد سبلاي بتاعه كان اسمه سبينال ارتريز. السبينال ارتريز دول كان بيكون سنجل انتيرور سبينال، انتيرور سبينال على الانتيرور سيرفيس، وكان في حاجه اسمها بوستيرور سبينال. سواء الانتيرور او البوستيرور كان بيكونوا جايين الاوريجن بتاعهم من الفيرتبرال ارتري ده يمين وشمال. من اسمه كده الفيرتبرال ارتري ده هيمشي في الفيرتبري، في السيرفايكال فيرتبري. الكورس بتاعه بالظبط ما يهمنيش، هيهمني جزء واحد بس منه نشوفه حاجه. الفيرتبرال ارتري والفيرتبرال ارتري مع بعض بيعملوا سنجل بازلر ارتري، والسنجل بازلر ارتري دوت ماشي هنا عند البونز، وهو دوت كده نهايه الفيرتبرو بازلر سيستم. الفيرتبرو بازلر سيستم ده عباره عن ايه؟ فيرتبرال، اثنين فيرتبرال، واحد بازلر ارتري. هناخد كل واحد بالتفصيل. جيلنا سيستم تاني كان اسمه internal carotid. ايه الانترنال كاروتيد؟ كان في حاجه عندنا اسمها ارش في اورطه، ادينا كومن كاروتيد يمين وشمال. كل كومن كاروتيد منهم كان بيتقسم لانترنال واكسترنال. الاكسترنال كان بيدينا بلاد سبلاي للفيس وللسكالب وفي الاستراكشرز الموجوده في النك، لكن الانترنال كاروتيد كان بيدخل يسبلاي البرين. اجي الانترنال كاروتيد ارتري وهنشوف هي سبلاي ايه اجزاء في البرين. يبقى انا البرين بيرسيف البلاد سبلاي بتاعه من تو سورسز، الانترنال كاروتيد ارتري نمبر 1 والفيرتبرو بازلر نمبر 2. الفيرتبرو بازلر ده عباره عن كومبينيشن اوف تو فيرتبرال وسنجل بازلر. تعالوا كده نبتديهم واحد واحد. ايه الفيرتبرال ارتري ده؟ الفيرتبرال ارتري مبدئيا هو كاورجن هو جاي من السبكليفيان ارتري. السبكليفيان ارتري ده كان برده جاي من الارش في اورطه، اخدناه في موديول الكارديو بالتفصيل، وعرفنا ان السبكليفيان ارتري دوت ليه اجزاء، للفيرست وللسكند وللثيرد. Subclavian artery دوت الـ vertebral artery دوت هيكون originate من الـ first part of subclavian artery. وبعدين الـ subclavian الـ vertebral artery بيكون ليه أجزاء first و second و third، هو كمان كل دول ما يهمنيش، يهمني بس الـ fourth part بتاعه، نهاية الأجزاء الـ vertebral اللي هو الـ fourth part. الـ fourth part بيدخل الـ skull عن طريق الـ foramen magnum. جوه الـ skull الاثنين vertebral artery بيدخلوا medial، طالعين الأول upward وميديالي، يعني هنا كده من أول الـ fourth part يطلع upward و forward و medially، علشان مستني ان هو هيقابل زميله الفيرتبرال اللي جاي الناحية التانية، فملوش سكة غير ان هو يدخل ايه؟ يدخل medially علشان يقابل الفيرتبرال artery التاني. طيب الكلام ده هيكون فين؟ الكلام ده هيكون عند ال anterior surface of medulla. نفس الرسمة تاني رجعنا لها، الفيرتبرال والفيرتبرال بعد ما طلعوا من الفورم المجنم طلعوا upward و forward و medially علشان يقابل اخوه الفيرتبرال الناحية التانية قدام ال anterior surface of medulla. يعني مقابلة upward و forward الكلام ده قدام المضله من قدام، وطالعه ميديال علشان مستنيه ان انا هقابل اخويا. بس اليونيون بتاع الفيرتبرال والفيرتبرال مش هتبقى قدام المضله، لا ده بتكون عند اللور بوردر اوف بونز، ويبقى اسمه البازل ارتري. وكده يبقى خلص الاوريجن والكورس والاندنج اوف فيرتبرال ارتري. الفيرتبرال ارتري مفيش فيه كلام كتير، الاوريجن فيرست بارت اوف سبكليفيان ارتري، دخل الفورم المجنم ابورد وفورورد وميديالي قدام الانتيرور سيرفيس اوف ميدالا استعدادا ان انا هقابل اخوه، والاندنج هيبقى عند اللور بوردر اوف بونز باسمه البازلر ارتري. طيب
ايه البرانشات اوف فيرتبرال ارتري؟ احنا اخدنا اوريدي منهم اتنين، انا عادهم تاني النهارده. البرانشات اوف فيرتبرال ارتري كنا اخدنا منهم السباينال ارتريز اللي هي الانتيريور او البوستيرور سباينال، بس صراحه مش هم دول اهم حاجه، يعني مش هم دول اهم برانشات في الفيرتبرال ارتري. لو ده كان الفيرتبرال ارتري وانا عملت فوكس ان كان لوحده وجبت البرين ستيم لوحده وال السيربيلم لوحده، اجي الفيرتبرال واجي البازيلر، هلاقي ان الفيرتبرال ارتري هو بيجي كذا برانش منهم الانتيرور سباينال زي ما قلنا والبوستيرور سباينال، بس مش دول اهم حاجه. اهم برانش منهم هو ده، وانا جايبه لك ليه صوره لوحده. اهم برانش هو ده، البرانش دوت اسمه البايكا او اسمه بوستيرور انفيرير سيربيلر ارتري. بالراحه كده وتعالوا نفهم الكلمه معناها ايه. السيربيلم ده كله زي ما هنشوف كمان شويه، السيربيلم ده كله متقسم لتو سيرفيس. السيربيلم ده متقسم لدور فوق ودور تحت. الدور اللي فوق اسمه سوبيريور، سوبيريور سيرفيس، والدور اللي تحت اسمه انفيرير سيرفيس. بسيطه ما فيش فيها حاجه. السوبيريور سيرفيس ما عملش اي مشاكل، هو سوبيريور سيرفيس وخلاص، سوبيريور سيربيلر سيرفيس. طب والدور اللي تحت اسمه انفيرير سيربيلر سيرفيس، بس الانفيرير دوت اتقسم لجزئين، جزء بوستيريور وجزء انتيرير. فبقى عندي inferior surface of cerebellum، صح inferior surface of cerebellum بس ال posterior part بتاعه، و inferior surface of cerebellum بس ال anterior part بتاعه. فاللي انا شايفه هنا، انا شايفه ال posterior part of inferior surface of cerebellum، علشان كده ال blood supply بتاعه هيبقى ال bica ال posterior inferior cerebellar artery. استنوا هوريها لكم في رسمه ثانيه احلى. ادي ال vertebral وادي ال basilar، واتفقنا ان ادي cerebellum. السيربيلم هيكون ليه جزء superior surface فوق وليه جزء inferior surface تحت. الجزء superior surface اللي فوق دوت اللي انا مش شايفاه هنا، لان انا بص على البرين من تحت، فانا مش شايف superior surface. superior surface اللي فوق ده هيكون ليه blood supply واحد. طب inferior surface لا، متقسم لاثنين، متقسم لواحد anterior anterior surface ومتقسم لجزء posterior. الجزء posterior بقى ده هو ده الجزء posterior اللي هيبقى اسمه البوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري. يبقى الجزء اللي فوق ده الانتيريور للانفيريور سيرفيس، بس الجزء اللي قدام، لكن ده الجزء البوستيريور من انفيريور سيرفيس برضه. يعني كل ده على بعضيه الانفيريور سيرفيس، ده الجزء اللي قدام بتاعه وده الجزء اللي ورا. فانا الارتري اللي طالع من الفيرتبرال ارتري اللي هيسبلاي المكان دوت اسمه البوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري. كمان مره، لو احنا كده كان الفيرتبرال ارتري اهو، وادي بعد كده عند نهايه المظله او بدايه البونز، يبقى انا كده بقيت اسم البازيلر ارتري. ايه البرانشات اللي رايحه للسيربيلم؟ لو ادي كل دوت السيربيلم، فدوت السيرفس اللي فوق من السيربيلم فهيبقى اسمه السوبيريور سيرفس اوف سيربيلم، لكن دوت هيبقى الانفيريور سيرفس اوف سيربيلم. الانفيريور سيرفس دوت تقسمه لجزئين، جزء انتيريور هياخده ارتري تاني اسمه انتيريور انفيريور سيربيلر، هو كله انفيريور سيرفس بس الجزء اللي قدام منه اسمه انتيريور انفيريور سيربيلر، لكن الجزء اللي تحت او الجزء الباك من الجزء اللي تحت هيبقى اسمه posterior inferior cerebellar. واللي واخد باله كده هيلاقي ان posterior inferior cerebellar دوت هو اكبر برانش منهم، اكبر برانش من الفيرتبرال، مش من الثلاث سيربيرال، اكبر برانش من الفيرتبرال مقارنه بالسباينال ارتريز. يعني البرانش دوت لقيته ان هو رجع باكورد. ليه رجع باكورد؟ لان السيربيلم في الباك، فهو رجع له باكورد. هو لف، عمل تيرن كده، عمل كيرف حوالين المظله، عمل تيرن كده حوالين الاوليف، عمل تيرن كده وهو دخل اتحشر هنا كده عند السيربيلم، وهيدي كل البرانشات ديت للسيربيلم. اي حاجه عدى عليها البوستيريور انفيريور سيربيلر هيديها برانشز. زي ايه يعني؟ زي يعني مثلا هو جاي هنا كده، جاي عدى عند الباك اوف مدل، عند اللاترال بارت اوف مدل، هيدي جه عدى هنا في مكان هنا ورا الاوليف كان اسمه الانفيريور سيربيلر بدانكن، ده رايح للسيربيلم هيدي هو كمان. في فنتركل موجود محشور ما بين البونس وما بين المظله وما بين السيربيلم، الفنتركل دوت كان اسمه الفورث فنتركل، اي جي هو كمان. فبالتالي بقى البلاس البرانشز اللي جايه او الديستريبيوشن اللي جايه من البايكا من البوستيريور انفيريور سيربيلر هيدي الحاجات اللي عدى عليها، اللي هي اللاترال بارت اوف مظله بما فيهم الانفيريور بدانكل، الكورويد بلكسس اللي موجوده في الفورث فنتركل، وما ننساش هيدي مين اللي هو رايح له اساسا، اللي هو مين؟ The posterior part of inferior surface of cerebellum. اوقات بيقولوا ان البلايكا دوت هو اللي بيدي البوستيريور سبينال ارتري، اوقات يعني. طيب يبقى انا دلوقتي البوستيريور انفيريور سيربيلر كان هو الاكبر، كان هو اللارجست من الفيرتبرال ارتري، هو كان بيران باكورد حوالين المظله تحت الاوليف، ودوت كان هينتهي في السيربيلم،
كان هيدي الـ posterior part of inferior surface of cerebellum، وعشان كده جه اسمه البايكا posterior inferior cerebellar artery. كان هيدي الـ lateral part of medulla بما فيه الـ inferior peduncle، كان هيدي الـ choroid plexus of fourth peduncle، واحتمال ان هو هيدي الـ posterior spinal artery. نيجي للارتري بقى اللي احنا قلناهم قبل كده، الانتيريور والبوستيريور سباينال ارتري. احنا كان عندنا سنجل انتيريور سباينال ارتري، وكان عندنا اثنين بوستيريور سباينال ارتري، وكان دول الراديكولار ارتري لو فاكرين. كان عندنا السنجل انتيريور سباينال ارتري دوت كان جاي من بدايه خالص خالص الفيرتبرال، من اول الفيرتبرال خالص. لو شفتوه في كل الرسومات اللي فاتت كده، من الابر بارت بتاع الفيرتبرال، مش من الاوريجن بتاعه من تحت، لا من الابر بارت اوف الفيرتبرال فوق. الانتيريور سباينال ارتري دوت هما كانوا عباره عن اثنين صغيرين، انتيريور سباينال اثنين صغيرين، وكانوا بيونايت مع بعضهم وبينزلوا في الانتيريور سيرفيس او في الفرونت من المدلم. وبعد كده في الانتيريور ميديان فيشر اللي كان في السباينال كورد، وفي الاخر هيكملوا السبلاي لغايه نهايه السباينال كورد لغايه الفايلم تيرمينال. وكان الانتيريور سباينال ارتري كان ايه البلاد سبلاي بتاعه؟ هيدي ايه الانتيريور تو ثيرد من السباينال كورد. فعلا كان هيدي الانتيريور تو ثيرد من السباينال كورد والميدل بارت بتاعه. طيب امال البوستيريور سباينال؟ لا البوستيريور سباينال كانوا بادئين اصلا اثنين من الاول. البوستيريور سباينال دول كانوا بادئين اثنين. البوستيريور سباينال دوت كان هيدي الباك بتاع السباينال كورد، البوستيريور ثيرد اوف سباينال كورد. وبما ان في البوستيريور بارت اوف سباينال كورد كان في المضله كان في الجراسيل كمان والكونيت، فهو كمان هيدي كل الباك، يعني هيدي كل الجزء اللي في الباك. يبقى انا معنى كده يبقى انا عندي anterior spinal و posterior spinal. ال anterior spinal اهو اللي كان نزل في anterior median fissure، وال posterior spinal هما الاثنين اللي ورا دول، ده وده الاثنين posterior spinal دوت هيدي ال anterior two third من ال spinal cord، لكن دول الاثنين كان هيدوا ايه الباك بتاع ال spinal cord والباك اوف ميدالا كمان. خلاص وبين distribution، يعني ممكن الجزء دوت نسيبه شويه ان هو distribution كمان ان هو بيدخل جوه roots of spinal nerves، سواء دوت او دوت ان هو بيدستريبيوت في ايه جوه الروتس اوف سباينال نيرفز. طيب احنا كده خلصنا الفيرتبرال ارتري، احنا كده خلصنا الفيرتبرال ارتري كله على بعضه، بسيط جدا مفيش فيه حاجه. لو حبينا نلم الفيرتبرال ارتري كله، ادي الفيرتبرال يمين وشمال كان الاوريجن بتاعه من الفيرست بارت اوف سبكليفيان ارتري، مشي على الانتيريور سيرفيس اوف ميدلا، هو كان دخل الفورم الماجنم الاول ومشي ميديالي علشان هيقابل الفيرتبرال الثاني، وانتهى عند اللور بوردر اوف بونس اسمه بازر ارتري. ايه برانشاتك دوت مش منه، ايه برانشاتك؟ انا الاول بدي الانتيريور سباينال دوت من الابر بارت خالص بتاعه الانتيريور سباينال، والانتيريور سباينال ده كان اثنين صغيرين وبيونايت بعمل واحد انتيريور سباينال ارتري، وكان في ارتري تاني الارتري اللي كان اسمه بوستيريور سباينال ارتري، والبوستيريور سباينال ارتري ده كان بيطلع من فوق خالص كده، والبرانش الاخير اللي كان اسمه بوستيريور انفيريور سيربيلر، وده كان اهم واحد فيهم البايكا او البوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري. تمام كده؟ البايك دوت الديستريبيوشن بتاعه مهم، ونعرف هو كان راح ادى ايه ادى البرانشات بتاعته. طيب ادي البوستيريور سباينال ارتري، وكان سبلاي بوستيريور ثيرد من السباينال كورد، وادي الانتيريور سباينال ارتري اللي كان جاي من فوق خالص من اول جزء من الفيرتبرال ارتري، واللي كان الاثنين انتيريور سباينال ارتري يونايت مع بعضهم وبقينا سنجل انتيريور سباينال ارتري، نزل في الانتيريور ميديان فيشر وكان هي سبلاي الانتيريور تو ثيرد من السباينال كورد. طيب اكيد وهو ماشي على المضله اكيد مش هينسى المضله، فهيديها المضلري برانشز، يعني دي ايه استنتاجيه يعني. خلاص وكده يبقى خلص الفيرتبرال ارتري كاوريجن الكورس والاندن بتاعته والبرانشات بتاعته الاربعه برانشز، الاهمهم كان البايكا، وبعدين الاثنين سباينال ارتري، واخرنا كان المضله. طيب نيجي للبازل ارتري. البازل ارتري سهل برضو جدا. البازل ارتري بدايته الاول هو كان بدا ازاي؟ البازل ارتري كان بدا عند اللور بوردر اوف بونز by union of two vertebral arteries، هي نفس الكلام بقى صح. البازل ارتري كان ماشي على البازلر جروف. ايه البازلر جروف؟ لما اخذنا البونز كان فيها جروف كده في النص، الجروف اللي في النص دوت كان اسمه البازلر جروف. البازلر جروف دوت اتسمى عشان كده البازلر ارتري اتسمى بازلر ارتري، عشان هو ماشي في الجروف دوت اللي اسمه البازلر جروف. طب وبعدين انا هنتهي عند الابر بوردر اوف بونز، انا كنت بدات عند نهايه عند بدات عند بدايه البونز، انا هنتهي مع نهايه البونز بالظبط. هينتهي مع نهاية البونس ان هو هيتقسم لاثنين posterior cerebral arteries. احنا خلي بالنا احنا لما اخدنا الكرينيال كافيتي، لما اخدنا السكال او النورمال بيزالس انترنا، كنا بنقول ان احنا في anterior cranial fossa وميدل cranial fossa وposterior cranial fossa. التلاتة فص دول كنا هم التلاتة دول هم اسماء cerebral arteries. عندنا anterior cerebral artery وميدل cerebral artery وposterior cerebral artery. لغاية ما ناخدهم بالتفصيل
الانتيرير والميدل دول بيلونج للانترنال كاروتيد، لكن البوستيرير ده بيلونج لمين؟ للبازلر ارتري. يبقى البازلر ارتري كان بدأ عند اللور بوردر اوف بونز، البازلر ارتري مشي في البازلر جروف، البازلر ارتري انتهى عند الابر بوردر اوف بونز باي ديفايدنج انتو تو بوستيرير سيريبرال ارتري. تمام؟ ايه البرانشات بقى بتاعه البازلر ارتري؟ ايه البرانشات بتاعه البازلر ارتري؟ مش احنا قلنا ان الفيرتبرال كانت داني البوستيرير انفيرير سيربيلر ارتري؟ طيب السيربيلم بقى مين اللي هيكمل السيربيلم؟ مين اللي هيكمله؟ خلي بالنا ان الفيرتبرو بازلر سيستم هو اللي واخد الجزء ده، فاكيد البرانشات بتاعته جايه من الفيرتبرو بازلر. لو ده كان كل ده كان السيربيلم، كان في لي سوبيريور سيرفيس اوف سيربيلم، والسوبيريور سيرفيس دوت كان ليه برانش لوحده سميناه سوبيريور سيربيلر ارتري، سوبيريور سيربيلر ارتري، ودوت جاي من البازلر ارتري. لو اخدنا ان ال superior surface of cerebellum من superior cerebellar artery واجه inferior surface of cerebellum ليه جزء anterior part اهو وليه جزء posterior part. ال posterior part دوت كان جاي من البايكامل vertebral، ال anterior part of cerebellum دوت كان جاي من anterior inferior cerebellar، وهو دوت اللي هيطلع من البازلر. يعني معنى كده ان البازلر اداني 3 branches لغايه دلوقتي. terminal branches اللي فوق بتاعته اللي كانت posterior cerebral مش cerebellar posterior cerebral artery، ودي هتسبلاي الباك اوف برين زي ما هنشوف posterior cerebral artery، والاثنين cerebellar، واحد superior cerebellar وواحد anterior inferior cerebellar. تعالوا نشوف كده كل واحد فيهم. اول واحد خالص اللي اسمه anterior inferior cerebellar artery، anterior inferior cerebellar artery دوت كان بادئ زي ما انا شايفه كده، كان بادئ من lower part of basal artery، يعني قريب من الاوريجن بتاعه خالص، من اللور بارت بتاعه قريب من الاوريجن. هو ماشي لاترالي ولازم يروح باكورد، كده كده لازم يروح باكورد ان السيربيلم باكورد. هيلف حوالين البونز وهو هينتهي ان هو هيسبلاي الانتيريور بارت او الانتيريور بارت اوف انفيريور سيرفيس اوف سيربيلم. مفيش فيه اي واكيد هيجي انهي بدانكن هنا؟ الميدل سيربيلر بدانكن. ده الانتيريور انفيريور سيربيلر ارتري. مفيش فيه اي لات يعني هو انت مجرد ما شفت له رسمه وعرفت مكانه خلاص انت هتقعد تالف بقى. البايكا كان جاي من الفيرتبرال وكان هيلف يرجع ورا للسيربيلم وهيدي الانفيرور بدانكل ويدي الفورث فينتكل والكلام ده. الانتيريور لا، الانتيريور لف عند البونز فلف ورا فهيدي الميدل سيربيلر بدانكل وهيدي الانتيريور بارت اوف انفيرور سيرفيس اوف سيربيلم. لو انت عرفت الاسم بتاعه ازاي ومكانه خلاص انت مش محتاج تقرا الكلام بقى. طيب السوبيريور، تعال نقول السوبيريور. السوبيريور سيربيلر ارتري مفيش فيه حاجه قوي. سوبيريور سيربيلر ارتري هو بس عايز اقول لك ان هو برانش كبير، يعني باينه من المعنى ان انا في سوبيريور واحد بس للاثنين، للسوبيريور سيرفيس واحد بس، فاكيد هو اللي هيكون اكبر من الاثنين. انفيريور انت ليك اثنين يا جدع على الانفيريور سيرفيس، لكن انا واحد بس فانا هكون الاكبر. انا لارج ارتري، الارتري دوت جاي من البازل ارتري بس ناحيه ايه؟ ناحيه نهايته خالص قبل البوستيريور سيربرال على طول، ناحيه نهايته. الارتري دوت هيمشي تحت هنا على طول تحت الميدبرين، ده جاي ناحيه نهايه البونز. احنا كانت هنا المضله وهنا كانت البونز وفوق كده على طول الميدبرين. ايه اللي عرفك ان ده الميد برين؟ ادي الكوليكيولاي ابتدت تظهر اهي، ادي الكوليكيولاي ابتدت تظهر، الكوليكيولاي بتاعت الميد برين. وانا هنا كده عند نهايه البونس وانتهى خلاص البازلر ارتري، بقى البوستيرور سيريبرال ارتري. فالسوبيرور سيريبرال ارتري دوت نازل هيظهر من خلاص عند نهايه البازلر ارتري، هيلف عند الميد برين عند اللور بارت اوف ميد برين وهيظهر للسوبيرور سيرفيس اوف سيريبرلم، ومعاه انهي بدانكل؟ السوبيرور سيريبرلم بدانكل. يبقى بالتالي انا عندي ثلاثه سيريبرلر ارتري، superior cerebellar من البازلر دوت هيدي superior cerebellar بدانكل، الانتيريور inferior cerebellar دوت من البازلر هيدي الميدل cerebellar بدانكل والانتيريور بارت inferior surface، والبايكا اللي كان جاي من الفيرتبرال ودوت اللي هيدي الانفيريور بدانكل. تمام كده؟ طيب ايه البرانشات الثانيه اللي جايه من البازلر ارتري؟ البرانشات اللي جايه من البازلر ارتري في برانش يعني ممكن يكون مش مهم قوي ليكم النهارده، البرانش دوت اسمه لابرنثاين ارتري. البرانش اللي اسمه لابرنثاين ارتري دوت، البرانش دوت بيدخل بيسبلاي الانترنال اير، بيدخل بيسبلاي الانترنال اير. الانترنال اير كانت عباره عن اجزاء فهو بيدخل بيسبلاي الانترنال اير، تفاصيلها الكتير ما تهمنيش، بس احنا كان عندنا في فورامن اسمها انترنال اوديتوري كانال. الفورامن ديت اللي كان اسمها انترنال اوديتوري كانال كان فيها كرينيال نيرف نمره 7 و8، نمره 7 و8 فهو كان بيدخل معاهم عشان يسبلاي الاير. نمرة 7 كنا عارفين ان بيدخل جزء منه في الميدل اير، ونمرة 8 ده اللي داخل الفيستيبيولو كوكليير نيرف، الاكزيت بتاع الهيرنج
والإكوليبيا، فهو داخل معاهم في نفس الفرامينال اللي اسمها الانترنال اوديتوري ميدز، ما يهمنيش قوي البرانكاين ارتري. طيب ايه البرانشات التانية اللي ممكن يديها البورتاين سوري البازل ارتري؟ البازل ارتري بما ان هو ماشي على البونز فاكيد اكيد هيجي للبونز، يعني اكيد هيجي للبونز، يعني زي ما كان في الفرتبرال هيجي المدلر. البرانشات اللي كانت جايه من البازلر كانت اللي اسمها بونتاين برانشز. البونتاين برانشز دي صراحه بتتقسم لكذا حاجه، بتتقسم لبرانشات لازقه على طول جنب الميدل لاين، لو ده كده الميدل لاين لازقه على طول جنب الميدل لاين سميناها بارا ميديان، ودي هتدي الميديان زون اللي على الجنبين الاثنين يمين وشمال دي اسمها بارا ميديان. وبرانشات تانيه هتلف هنسميها سيركمفرنشال بس هي صغيره، السيركمفرنشال دي هتديني اللاترال بارت بتاع البونز اللاترال بارت. وبرانشات تانية هتلف برضو بس اسمها لونج سيركمفرنشال، هتلف بقى وترجع لغاية الباك بتاع البونز. يبقى أنا البونتاين برانشز كانوا تلاتة، واحدة صغننة نونو هتدي الميديال بارت، واحدة هتلف بس يعني كبيرة سنة شورت سيركمفرنشال هتلف مسافة سنة هتدي اللاترال بارت، واحدة كبيرة بس هتلف بقى قوي اللي اسمها لونج سيركمفرنشال هتدي الباك اوف بونز. يعني من الاخر يا دكتور انت عايز تقول لنا ان البونتاين برانشز دول كان هاي سبلاي البونز كلها من قدام ومن لاترال ومن ورا. طيب اخر حاجه اللي احنا قلناها سوبيرو سيربيلر ارتري، قلنا سوبيرو سيربيلر ارتري دوت كان ارتري كبير ودوت كان جاي من البازل ارتري ناحيه الاند بتاعته، ودوت كان نزل عند اللور بارت اوف ميد برين وهي سبلاي السوبيرور سيرفيس اوف سيربيلر، وما ننساش ان هو هيدي معاه السوبيرور سيربيلر بدرجه. وبكده يبقى احنا كده خلص البرانشات بتاعه البازلر ارتري. عايزه بس افكركم ان البازلر ارتري ان السيربيلر ارتري هم هيكونوا ثلاثه، اثنين من البازلر ارتري منهم ما ننساش، لو انا كده البرتبرال والبرتبرال وادي البازلر ارتري، الثلاثه اللي كانوا جايين للسيربيلم كانوا اثنين منهم جايين من البازلر، لو ده كده كان السوبيريور سيرفيس ادي كده البازلر ارتري وادي البوستيريور سيربيلر ارتري، وادي البازلر ارتري بيجي السوبيريور سيربيلر ارتري ده من البازلر، والانتيريور انفيرور سيربيلر ده من البازلر، لكن البوستيريور انفيرور سيربيلر ده كان بيكون منين؟ من الفرتبرال ارتري. السيربيلر ارتري كانوا ثلاثه، السوبيريور سيربيلر والانتيريور انفيرور سيربيلر من البازلر، وواحد بس اللي هو البايكا اللي كان من الفرتبرال. كده يبقى خلص الفرتبرو بازلر سيستم، بسيط مفيش فيه حاجه، كام رسمه مش لازم تحفظ الكلام كله، كام رسمه بس كده لغايه ما ناخد المره اللي جايه ان شاء الله الانترنال كاروتيد على خير كده يا رب. ربنا معاك يا رب.